Salam alaikum, bonjour, bonsoir, Azouf Laoun. Donc, nous sommes de retour. Kul sana wa antouma bkhir, inshallah. Donc, bonne année. Inshallah, hadi sana tkoun ahsan min li fatet. Amin, inshallah. Donc, je viens de discuter ma khouna Hope DZ ala la plateforme tahom jdida. Inshallah, il y a un groupe de patriotes qui travaillent pour les salaires du pays. Donc, ils se sont mis un produit, inshallah, une plateforme qui est dans le niveau. Et qui est type Adjouiba pour les problèmes qui sont dans le pays et qui sont dans le دونك جيسبر كو لا بلاتفورم هادي اللي هي جزائر هوب تكون تجيب الامل للجزائريين باسكو في دون دوتر بلاتفورم رانا نشوفوا باللي الناس يزرعوا الياس الديزيسبوار يقولوا لكم ما كان والو في البلاد حتى حاجه ما تمشي يعني عندنا 40 مليون عايشين تما دونك يزرعوا الياس ما كان والو تمشي هاد البلاد هذا ما يمشيو فيه والو على بالنا المشاكل موجوده في البلاد ولكن درجه بدرجه ولكن باش تقول ما كان والو اي حاجه اللي يديرها الغوفرنمون ما كان والو اي حاجه اللي يديرها لي زاسوسياسيون ولا لي جروب ولا لي الفولونتاريا ولا يقول لك لا لا ما راهم يديروا والو هي في ناس ان شاء الله راهي تخدم مع ان هناك لي بلاتفورم هذه تاع زرع الياس عندهم لي مويان وعندهم الوقت اون كونتر بارتي عندنا دي جون اللي ما عندهم والو يقدموا من الوقت تاعهم باش ينوضوا الشعب هذا باش يزرعوا الامل في لا جينيراسيون اللي جايه لان كان واحد الوقت لي جينيراسيون من التسعينات حتى اليوم يغذيونا نفس الكلام وليو نافونسي وحنا نريكولي ونروحو للور دونك كاين حكايات ملاح نعرفوهم واش صرا قبل الثورة بعد الثورة يعني بعد الاستقلال واش صرا في التسعينات في الثمانينات تو كحوصلة لتاريخ الجزائر الواحد لازم يعرف التاريخ تاعه ولكن انا باش نقعد في القوقعة هذيك وجافونس با دونك الفيتور تاعي والبريزون تاعي ما يولي فيه والو اليوم يعني كما نقولوا يعني الامر يحتم علينا ان لي باتريوت كاع ينوضوا يديروا اللي لازم عليهم اي واحد اللي يعرف حاجه يديرها لان ضيعنا بزاف الوقت والوقت اللي ضيعناه سي با نوتر ريسبونسابيليتي هما كانوا عشنا حنا دي غارسون صغار هكذا ما نعرفوا والو جابونا التسعينات كبرنا بهذاك التروماتيزم اليوم هم جابونا نفس الاشياء باش يولي الانسان يعيش في نفس القوقعة دونك 20 سنه كيما عشنا مع بوتفليقة ما صلحناش كل المشاكل دونك درنا فقط يعني دي بوشترو هكذا هو وكاين ضرعهم عاوننا كاع اللي جروب يتسكتوا فينالمون ما صلحنا والو ما خدمنا والو بدراهم هادو اليوم نشوف مثلا اللي كانوا ضد المجموعه الحاكمه في التسعينات كانوا في اليوتيوب لمدة ولكن اليوم رجعوا بقوة خاصة بعد إطلاق سراح نزار وتوفيق هما عندهم الحسيفة على هذو الناس ولكن يدخلوا المؤسسة العسكرية دائما لأن أنت كنت على رأس المخابرات هذا كان على رأس الجيش صافي دير كنت المؤسسة كاع هذه خامجة
اليوم خروج هذا وعادة هذا لي دو بيرسوناليتي قلبوا موازين الثقل. أم يهضروا الناس مثلا قلب كاع على البروغرام تاعهم، حتى واحد ما على باله بلي يخرجوا. واليوم المصادر كاع تاعهم لي بلاتفورم تاعهم يضربوا كلش، بس هذو كاع من بالهم نحاوهم من لي ديسكسيون ولاو. الغريب في الامر نشوف واحد مثل دهينة مثلا كل جمعة يولي يعطينا دروس، يعني لي لوسون دو مورال، يعطينا لي لوسون دو مورال، ولكن لي لوسون هذيك ساعة كامل، ساعة كامل ما تستفاد أي حاجة منه. لاكريتيك لاكريتيك ما يعطيلكش اون سوليسيون، يقول لك هي يقول لك خريطة الطريق للحراك، التيتر تاع لا فيديو. بصح كاع لا فيديو هذيك ما كاش اي يعني حل للخروج من الازمه. كريتيك الجوفرنمون وتقول للحراكيين ما تديرش هذا، هذه هي خارطة الطريق، ما تدخلش للانتخابات، تولي المرحله الانتقاليه. 20 رانا سنتين من الحراك هذا، ومازالك تتدخل في الناس باللي كاين مرحلة انتقالية. ايه دونك انت مثلا تقول مثلا الناس ما يعرفوش، ميمسي عنده دبلوم عنده شهادة، بصح ما يدير والو في الساحة، وزير ولا مسؤول ما يدير والو. ايه انت مثلا كدكتور، يعني انت عندك PhD وعندك السافوار فير تو، علاه ما تحطش السافوار هذا للجزائريين باش يتعلموا؟ تروح انت تهضر على، تشوف المواضيع اللي راهي تدور في الفيسبوك باش تغزل انت مجموعة معينة، لان انتم على بالكم بلي عندكم الناس اللي يتبعوكم باينين هذوك، والناس اللي ما تبعوكمش كيف تغزلهم؟ لان لا فيديو تاعك هدرت على شرائح معينه، راك تهدر على وزير الصناعه مثلا في السياره تيتو باش تنقد هذه السياره تيتو، بصح انت باش تجبد هذوك الناس اللي راهم غايضين لان بلوكاو لهم هذا الشابيتر هذا باش لامبورطاسيون تاع لي فيكول تيتو. ما تقدموش يعني حلول تمشي بالتوازي مع الحلول اللي راهي تقدمها الدولة، ومن بعد المستمع هو يقول لك هاي الدولة أعطتني هذا الحل، انت أعطتني هذا الحل، انا جفي شوازير. تقول بلي قانون الانتخابات يجوزوه البرلمان الفاسد، لا ليجيتيميتي، راكم تهدروا كاع كاع كيما راكم على لا ليجيتيميتي تاع الحكومة ولا تاع الرئيس ولا تاع دونك. ما بغيتوش تفهموا الشعب اللي راحوا انتخبوا هذوك 4 ملايين ولا 6 ملايين ولا 8 ملايين، هذوك اللي يعطيو لا ليجيتيميتي تاع البريزيدون هذا. دونك انت ما انتخبتش وراك تبوسي لي جون باش يقاطعوا الانتخابات، هذا ليس لصالحك انتايا. دونك لازم تفهم باللي قاطع الانتخابات ومن بعد البريزيدون هذاك يروح يجوز ولا القانون هذاك يجوز، ما تقدرش انت تجي اليوم وتناقض تقول باللي صافي دير ما فوتيتش عليه انت، يا صافي دير خلاص. في الجزائر عموما هذا 10 ملايين جامي انتخبوا في حياتهم، جامي انتخبوا في حياتهم، امبوسيبل. دونك حنايا كي نحسبوا كنحسبوا، وانا كنت هنا خدمت من الانتخابات في 99 حتى اليوم، دونك نعرف كاع الخبايط تاع الانتخابات. 10 ملايين نحيهم دائما ما يفوتوش، صافي عندك 13 مليون في لا ليست الكتورال، انتخبوا 8
الباقي على بالك كيفاه كاع يباربيي. دونك كي تحسب نتايا جامي تحسب 10 ملايين هذوك اللي عمرهم ما فوطاو. اه ماتيماتيكمون بارلون عندي 13 مليون اكتيف، ولي 13 مليون اكتيف هذوك فوطاو 8 ملايين، دونك النص ما جاش يفوطي. دونك اليوم كي تهضر للناس وتضرب مثلا تقول لهم كاين كوفيد وكاين اي كوفيد كاين في العالم كامل، ضرب كاع الدول، دونك ماشي فقط الجزائر، حنايا كيما الجزائر كيما البلدان الاخرى راهي تشوفري في الكوفيد هذا. دونك باش انت تعطي طريقه خريطه الطريق للناس تاع الحراك، ما عطيت لهم والو باش يديماري. ويا خويا حنايا عندنا اليوم مشكله طاف، هاي كيف نحلوها؟ انت كسياسي كذا كجامعي دكتور ديتايتو قدم الحلول للناس. عندكم 35 سنه ديروا تشخيص المشكله. اه تقول بلي دي جو هادو ممسي عندهم شهادات مي ما يعرفوا والو، اي انتوما اللي قريتو في ليترونجي ارواحو. ايه اعطيونا واش تعرفوا. دونك عندكم واحد الحاجه اللي راهي باينه، لان تبع صحف مختلفه ولكن اللونجاج نفسه. عندكم اوامر على لا ليجيتيميتي تاع الحكومه تاع الرئيس تاع الجيش، دونك كي زاد توفيق مع نزار دخلتوهم في المعمعه. دونك هذا بالنسبه لدهينا يكتب التيتر خارطه الطريق وما عطى والو كحلول للشعب الجزائري. علاه مثلا علاه لازم نتايا لازم الناس تولي للشارع باش تقدم الحلول؟ قدم الحلول اليوم بدون الناس ما تروح للشارع. دونك هذا فيما يخص دينا. فيما يخص انوار مالك ثاني يقول لك بلي حنايا عندنا اناس داخل النظام يقدمون المعلومات. دونك قال لك باللي كي جا الرئيس على باله هو، لان هناك اناس يقدموا له المعلومات، ولكن اللي فيديو تاعو من بعد يتساءل. دونك انت الى عندك واحد مثلا داخل يقدم لك المعلومات، نورمالمون لي فيديو تاعك ما تتساءلش فيهم. على تبون عنده رجله مكسره، على هذه على هذه، راك تتساءل هل عودة نزار وهل عودة توفيق، هل إلى عندك أناس داخل السيستام علاه تبوزي لي كيستيون ديريكت. خرج قلنا عيليك عيليك عيليك. دونك واش راهم يديروا هاد الناس؟ دونك انا تبعتهم طري طري بيان. كي تشوف واحد يعني محلل سياسي فاشل واش يدير؟ يدير بزاف لي فيديو ويعطي احتمالات، يعني انت مشكل معين الاحتمالات يعني لي بوسيبيليتي كاع اللي يكونوا خمسه، ما يقدرش يكون اكثر. دونك انت تشوف كاع الاحتمالات هذو يهضر عليهم، تبون مثلا رجع دار هكذا طاف خرج هكذا، وبعد يدير نوتر فيديو يدير نفس الشيء بس بصح الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث الاحتمال الرابع، يعطيك احتمالات كاع الموجوده كما هو كما زيتوس. ومن بعد يقعد هكذا واحد دو موا تروا موا هكذا، ومن بعد يجبد هذاك ولا يقعد عام ولا يجبد احتمال واحد خرج. باسكو لي بروبابيليتي كي تحسب كاع لي بروبابيليتي اللي يخرجوا وحده تخرج تخرج. دونك
انت كي تهضر على كاع لي بروبابيليتي تروح تجبد هذيك اللي هضرت فيها الصح، هذيك اللي خرجت تحطها تقول له انايا مثلا هضرت على هذا الشيء مواد ديسمبر، قلت لهم باللي مواد مارس شفتوه اليوم مواد مارس ولا مواد فيفري خرج. دونك هاد اللعبات هادو هما ما يعرفوا والو، ياناليزيو ياناليزيو ما فهموا فيها والو. يقول لك حنا عندنا دي جون داخل النزار دخل 15 جور باش عرفوا، وسميتو هذاك الرئيس تبون حتى واحد ما على بالو ورا المرض تاعو ما كان والو. دونك يديروا احتمالات. دونك انا ما فهمتش هذو الناس اللي يشوفوا رواحتهم دي جورناليس علماء تو ما قدموا والو للبلاد تاعهم والو. دونك الاغرب والاغرب من هذا الاوراس اللي تجيب هذاك انس عبد الله انس، وشفتو دون دوتر فيديو تاع اولسو فيسبوك يقول لك باللي عوده الارهاب ولا مع عوده التوفيق. دونك يقول لك يخوفوا الناس بالارهاب. دونك هذه تاع تيبازا، هذيك تاع خمشنا، هذيك تاع جيجل، هذيك تاع تيزي وزو، هذيك تاع بومرداس، هذو كاع اللي راهم يصراو سواء لقاو مخبأ تاع اسلحه ولا القوين بومب ولا اي حاجه تصرع عندها علاقه بالارهاب. دونك كاين زوج حوايج هنايا نولي كيما هما ندير احتمالين. دونك نتوما راكم تخمون باللي عوده الارهاب هذا عاد باش يخوفوا الناس لان التوفيق مع جماعته ولا، بصح نتا لازم تبونسي باللي بالك بالك عودة الدولة العميقة اللي تعرف كاع خبايا الإرهاب من الناحية الإيجابية، ماشي تقولوا تعرف خبايا الإرهاب صافي كريات ولا من الناحية السلبية. من الناحية الإيجابية اللي واحد يعرف في الدومين تاعو ولا الخدمة ولا الاستشارة يقول كيفاه يديروا باش يلقاو المشاكل هذا تاعهم لي كازمات تاعهم. دونك هاي اللي كيفاه تخمو نتوما، نتوما راكم تخمو في الاتجاه السلبي ولا تجمع التوفيق ولا الارهاب باش يخوفوا الشعب. انا اقول لك ولاو ولات الدوله العميقه حطت الاكسبرتيز تاعها بداو يشوفوا يلقاو لي كازمات هادو واللي كازمات جا يحبسوا. دائما الارهاب يخدم، دائما الارهاب يخدم. دونك كي تشوف مثلا قناة كيما المغاربية الأوراس هادي تقعد ساعة وتهضر على المؤسسة العسكرية، تشوفوا هذاك تاع المقهى السياسي يجيبوا علماء يهضروا على لا ليجيتيميتي تاع الحكومه، تلقى هنا يهضر نفس الشيء لا ليجيتيميتي وما يعطيش طريقه خريطه الطريق. ولا انوار مالك من الناس زيطوط منها تجمع كاع واش راهم يديروا، يصبوا كاع في نفس ممسي ما يتفاهموش ممسي ما يتفاهموش، بصح يتلاقاو كاع في مصب واحد. بالعربي راح للراديو ام هذه يقول باللي ما كاش رجال في المؤسسه العسكريه وما كاش رجال في الجزائر. دونك انت كسياسي الا ما خرج طموحات تاعك ومن بعد تولي تطعن في المؤسسات تقول انت الحراك مثلا الى تراسي دي زوبجيكتيف الحراك هذا، دونك الا ما خرجوش في الواقع صافي المؤسسات هذيك ما كانش رجال فيهم يدو. انت اللي لازم انت تعاود الحساب. دونك هذا كيما نقولوا هذا الحراك هذا ماشي مقدس،
اسكو الحراك هذا الى طراتي دي زوبجيكتيف تبعوهم في الحراك وتبعوهم في الدولة، لانارشي توتال. ومن بعد هذاك سميتو كريم طابو يقولهم نجمعوا كاع لافتات الحراك نديروهم دستور. قالوا الناس خرجوا واحد يعني الانسان مبدع يكتب، يقول لك نجمعوا كاع اللافتات هذيك اللي بوندرول هذيك لي سلوغون هذوك نديروهم دستور. قال لك يخرج احسن من الدستور الجزائري. دونك ما كاش رجال في الجزائر، ما كاش رجال في الجيش. دونك راكم تصبوا كاع في نفس كاع لي فيديو تاعكم راح تصب في نفس المأزق. دونك هذا هو المشكل. دونك كي وصلت مثلا باش تهدر على المشكل اللي عندنا على لا فرونتيير تاعنا راكم قاع تحاربوا على فيها. ان دونك ما بغيتوش يتغزلوا العدو وما بغيتوش يزعف، لان كي تقول اي حاجه يزعف اموا هذاك راني مهدي خرجها تاي تاي يحل لي فرونتيير مع اسرائيل نورمال يا با بروبليم ايتو، وراه يجمع لي كوتيزاسيون وراه يعطي الدعاوي، ولا خلاص اليوم ولد يقدم دعاوي للناس. شوفت كيما هذاك الزوايا إيه. دونك الانسان لازم يفيق اليوم. سي فري هما دي فوا عندهم كيما نقولوا تشويق كي يديروا لي فيديو تاعهم ايتو الدراما ايتو، كل 8 تاع الليل انت تشوف لا فيديو تاعو دراما مسلسل درامي يعاود لك نفس الشيء بصيغه مختلفه. دونك انت عندك لا دروك خلاص ايبنوتيزي على هذاك الاشياء خلاص. مي خمم لي روحك باللي كل يوم راك تضيع ساعه ساعتين ولا يوم كامل اللي ما عندك والو. خمم هذاك الانسان واش جاب لك من فايده. دوك انا نفهم لي انا كنت نعرف اناس هذا في الناحيه البسيكولوجيه، نعرف اناس عندهم مشاكل في الدنيا عائليته ولا لي زونتربريز تاعهم ولا اي حاجه. دونك كي ما لقاوش، لان هو لازم يلقى واحد يرجع عليه الظلم. دونك هذوك الناس يجيو عتماني يقول لك بلي واش صرا في حياتك انتو، ماشي لا فوت تاعك، لا فوت تاع الحكومه، لا فوت تاع الانجينيرو، لا فوت تاع الشنقريحة، لا فوت تاع هذا. دونك انت تنسى بلي عندك اون بار دو ريسبونسابيلتي في هذاك البروبليم هذاك. دونك تولي دائما تبلامي انسان واحد اخر. على هذا يلقاو رواحتهم، يلقاو روحهم كي يروحوا لهذوك لي باج فيسبوك ولا يروحوا لي باج يوتيوب، لان ينحيو لا ريسبونسابيلتي على روحتهم يرجعوها على الدولة على الحكومة. أي حاجة تصرى هي الدولة هي اللي ريسبونسابل. إيكو لازم نتايا، لأن الناس في الألجيري مازال ما فهمتش المواقف الموجودة في العالم كله. ميم سي كاين يوتيوب كاين انترنت إيتو، بصح الدولة في البلدان الأخرى ما توفرش واش راه توفر الدولة الجزائرية. بصح الجزائر راهي توفروا، بصح ما راهش كيما دو كاليتي، تعطي اللوجمون مهدم، تعطيك دراهم باش دير لا كومباني فالسه لي يا با ان اورغانيزم اللي يتبع كل هذا. سيفا تقدم لك لا سوبونسيون تاع الحليب تاع الغاز تاع هذه تاع لابارتمون سوسياليتو، بصح تعطيك حاجه ماشي مليحه، تروح للمسيد ما تلقاهاش مليح، تروح لليونيفرسيتي ما تلقاهاش مليحه، تروح مثلا لوبيتال ما تلقاش مليح. علاه؟ لان
بايلك هنايا دراهمي دورو، او عندك لوبيتال مليح هذا كيخلص سميتو طبيب يخلص مليح، النورس تخلص مليح، دونك انت تروح تلقاك واش موجود، لاسيرونس تاعك البا بروندر اون شارج لا فاكتور تاعك، دونك لاسيرونس هذيك مخلوصه من هنا من هنا، الدوله تعطيها انت تتخلص. دونك هي تو ان اورغانيزم اللي يتبع هذه الاشياء. دونك لونيفرسيتي تكون بايونت، كلش فيها مليح، الكتابات الماكله كلش مسجل، البروفيسور يكون طري بيان خالص. اون كونتر بارتي انت كي تروح تقرا شويه من جيبك شويه من الدوله شويه من لون، دونك اي اللي كيفا تمشي الدول هنايا نعاون الاورغانيزم هذا كيولي 50 50 لا جيستيون بريفي، ولا يكون هو ايتاتيك ولا يكون 100% بريفي. ما كاش هادي 100% ايتاتيك، يعني لا موفيز جيستيون، دائما هناك تداخل البريفي. دونك في الجيري طلقنا كلش، دونك عندنا اون ريسبونسابيلتي تاع الشعب. شكون يقول لك هذيك لا ريسبونسابيلتي؟ انت ما تشوفوش كاع اي موقع الكتروني يهضر لك باللي الشعب ثاني لازم يخدم بلاده، انت ما تشوفوش كاع. شكون تشوف تروح لزيتود اللي يقول لك ما مرتك ما دارت شي حاجه في الدار، لا ريسبونسابيلتي تاع الدوله. ولدك ما دارش لي زيكزام تاعو، لا ريسبونسابيلتي تاع الدوله. حتى هذاك سميتو هذاك اللي ضرب البوليسي في الفورغو، لافوكا تاعو راح باش زعما يحمي عليه تو باش يقلص من المده تاع الحبس، مما عنده استشاره، الاستشاره هذاك لافوكا كان يستشر من عند دبوز هذاك صالح دبوز هذاك اللي راح في المنفى. دونك واش صرا؟ قالوا هم علاه مثلا هذا الانسان دمر هذاك البوليسي، حطوها على السيستم سكولير وعلى لا سوسيتي، حطوها دونك على هذا الانسان ولا هكذا اغريسيف، ولي يقول له واو عنده مشكله ثم طاف دمر باش يخلص واش دار. لا لا، قالهم السيستم ايدوكاتيف اللي راه عنده مشكله مع السيستم بوليتيك، دخلوا كاع هذه في ازمه تاع بوليسي كيضرب هذا سميتو هذا الانسان كيضرب البوليسي هذا. ومن بعد قلت للدبوز قلت له ما ياك بروبوزيتو هذا الجوج، اشتو الجوج قبلها ولا ما قبلهاش؟ شافوا قال لك هذا الانسان اللي تروماتيزي باسكو ليكول باسكو السيستم ايدوكاتيف باسكو السيستم بوليتيك، دخلوا كاع الحاله باش يدخلوها في الحراك في سميت. دونك على هذا ما نقدروش نخرجوا، لان اي واحد تحكم للحبس دونك عنده مشاكل موراه، وبعد من المشاكل هذاك ما عندوش خدمه ما عندوش هكذا، الدوله الشوماج الحرقه دخل كاع هادو، دونك ما كاش كريمينال هايليك. دونك سي سا لو بروبليم، لو كان نعطيو شويه لي ريسبونسابيلتي، تقول لواحد اتونسيون تروح تطلع الفورغون تاعي باش تدمر واحد، تو فا بي لي كونسيكونس لو هما. لا لا، قالك لي كونسيكونس هذاك الدولة اللي تتحمل هذاك المشكلة. دونك لي باش تاعهم كلها ولا وحدة ترجع الظلم على الشعب دي فوا، اي بورتو عنده ان غروند ريسبونسابيلتي. هنا الدول المتقدمة لي زاسوسياسيون لي زورغانيزاسيون لي كلوب تو عندهم ان غروند ريسبونسابيلتي باش يربيو الشعب هذا، باش يربيو الشعب هذا، وبعد الشعب هذا الشعبي هذاك المجتمع يكون واجد سواء لا بوليتيك سواء المجتمع. هاي لك المشكلة.
نديرها في الفيديو.